جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا كرمنا بعطاك غفرانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله طاهرين أينما كنتم سادة الكرام والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليلة 28 من ذي القعدة أحييكم وأرحب بكم. سنحط الرحال سادة الكرام والأحبة في هذه الحلقة في المدينة المنورة حيث يتواجد المؤمنين الزاحفين صوب فريضة الحج، وطبعا أكيدا من خلال ضيفنا وكيل سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي في البحرين، سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني. أيضا طبعا من خلال الشيخ سنتعرف على أجواء المدينة المنورة والجهود المبذولة من قبل المكاتب الشرعية في هذا الصدد وبهذا الخصوص، وإلى أي مدى لعبت دور بحثات الحج من قبل مراجع الدين العظام وتواصلهم مع الحجيج، وإلى أي مدى هم يوصلون المسألة الشرعية والكثير من الاستفهامات التي بحاجة لها كل الحجيج الوافدين من أقصاء هذا العالم. أيضا سنتعرف على أجواء المدينة المنورة، لماذا يقصد الأحبة المؤمنين المدينة المنورة بهذه الأيام وهذه اللحظات المباركة. أيضا سنحط الرحال بالجزء الآخر من هذه الحلقة أحبتي المشاهدين في كربلاء المقدسة وأجواء زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلى أي مدى كربلاء تحتفي بجموع الزاحفين صوبها والمحيين ليوم وليلة عرفة المباركة ومنذ هذه الأيام وحتى يوم عرفة، من خلال الباحث الإسلامي سماحة الشيخ هادي الشيباني. إذن بحلقة جديدة ومحطة جديدة أحييكم وأرحب بكم، لكن بعد فاصل قصير رافقونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة. لبيك اللهم لبيك، وهذا الشعار الذي إن شاء الله نمتثل له جميعا، وخصوصا أحبتنا الذين يتواجدون في مثل هذه اللحظات في المدينة المنورة ابتداء لمكة المكرمة حيث فريضة الحج المباركة. إذن أحبتي المشاهدين، سننظر محطتنا الأولى في كربلاء المقدسة، ننظر إلى زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه من عين الرواية. إلى أي مدى بحثنا في هذا الجانب؟ كل منا هو هذا تكليفه. إذن محطتنا الأولى ستكون من كربلاء المقدسة، وننظر لزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين من لسان الرواية. ما حجم الروايات التي تحدثت عن زيارة الإمام الحسين في عرفة واستقبالا لعرفة يوما وليلة؟ ما دلالات هذه الروايات؟ ما فضل زيارة الإمام الحسين في هذا اليوم؟ وأيضا سأستثمر هذا الوقت لأسأل عن رواية جدا مهمة وجدا جميلة تتحدث وربما تلخص
جانب مهم من جوانب المكان التي وضعه الله تبارك وتعالى لزائر سيد الشهداء الإمام الحسين. إذن باسمكم أرحب بضيفي من هنا من كربلاء المقدسة سماحة الشيخ هادي الشيباني باحثا إسلاميا، حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. المشاهدين في كافة أنحاء المعمورة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعم بمجاورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حياكم الله سماحة الشيخ. جميعا مسلمين لزيارة الإمام الحسين وفضل زيارة الإمام الحسين، لكن نستثمر مع حضرتك ونبحث قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. نعم شيخنا سماحة الشيخ، تسمعني صحيح؟ بل نعم أسمع. نعم خليني أسألك بداية سماحة الشيخ، أنه إذا ما أردنا أن نبحث هذا الجانب المهم، وإلى أي مدى هنالك روايات تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ والسؤال يقول ما حجم الروايات التي تحدثت عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة يوما وليلة؟ فضله زيارة عرفة من الزيارات المهمة، ووردت فيها روايات كثيرة عن الإمام الصادق وعن الإمام الرضا سلام الله عليه، وخصوصا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والكتب المعتبرة الكتب الروائية تنقل كم هائل من الروايات في فضل عشية يوم عرفة وفي يوم عرفة، وكذلك بأن هذه الزيارة المخصوصة يوم عرفة وعشية عرفة من الزيارات التي تفتقر إلى التوجيه الإعلامي لهذه الزيارة. نجد بأن هناك اهتمام كثير في زيارة الأربعين، ونجد بأن هناك توجيه إعلامي لزيارة العاشر من محرم، ولكن لو نأتي إلى الروايات التي وردت في هذه الزيارة نجد بأن هذا الإعلام مفتقر لهذه القضية. طبعا هذه الزيارة هي زيارة خاصة بمعنى الكلمة، ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه رحله الفداء ابن الزهراء يتحدث عن عشية يوم عرفة لما سئل يا ابن رسول الله متى يبدأ النظر من قبل الله سبحانه وتعالى، والنظر يعني بأن إنزال الرحمة من الله سبحانه وتعالى وإطلاعه على زوار قبر أبي عبد الله والتجلي لزوار قبر أبي عبد الله الحسين. فسئل الإمام سلام الله عليه متى يبدأ نظر الله سبحانه وتعالى لزوار قبر الحسين عليه السلام، فقال يبدأ بالنظر. إن الله سبحانه وتعالى نص الرواية يقول إن الله سبحانه وتعالى يبدأ بالنظر لزوار قبر الحسين عليه السلام لقبر أبي عبد الله في عشية يوم عرفة. ونجد من هذه الرواية ومن خلال هذه الرواية بأن الرحمة تبدأ تنزل من السماء، ونظر الله سبحانه وتعالى بمعنى إنزال الرحمة من السماء على زوار قبر الحسين في عشية يوم عرفة. ثم يتوجه بشير الدهان رضوان الله عليه إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ربما يا ابن رسول الله أنا لم أدرك الحاج، بعض الناس لا يوفق إلى الحاج، فماذا أفعل؟ أعرف في كربلاء؟ فأعرف في كربلاء. فقال أحسنت يا بشير، من زار الحسين عليه السلام في يوم عرفة كتب الله له 100 حجة، وكتب الله له 100 عمرة، وكتب الله له 100 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. نجد بأن هذا الاهتمام، وهناك روايات أخرى بأن في هذا المجال في رواية يونس بن الضبيان بأن يتحدث مع الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما لمن زار الحسين، وهذه الرواية من أعجب الروايات التي وردت في زيارة وفي فضل زائر الحسين عليه السلام. اليوم لو نطلع على هذه الروايات لجمعنا ذلك التراب من تحت أقدام زوار الحسين عليه السلام. إذا يقول الشاعر إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عينا، زائر الحسين له مقام عظيم. الله سبحانه وتعالى في الروايات يبين بأن عطاءه
ذلك العطاء المني من الله سبحانه وتعالى، ذلك العطاء التكريمي لزيارة شنو الحسين ولزائر الحسين ولزائر مرقد الحسين في يوم عرفة. لما يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما لمن زار الحسين في يوم عرفة، الإمام سلام الله عليه يونس يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله الله شنو يعطي لمن قصد قبر الحسين بكربلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى يعطيه 1000 1000 حجة، أو كتب الله له 1000 1000 حجة. اليوم عمر الإنسان لو قدرنا، لأن ذلك الإنسان يعيش 80 سنة أو يعيش 70 سنة، من سن التكليف يبدأ الحج لا يصل إلى هذا الرقم، الرقم بأن 1000 1000 حجة مبرورة ومتقبلة. الإمام سلام الله عليه بأن يبين هذا المعنى في الرواية يعطي كتب الله له 1000 1000 حجة و1000 1000 عمرة. ثم الإمام سلام الله عليه يبين فد بعد في مقام زائر الإمام الحسين يترقى في بيان معرفة مقام زائر الحسين عليه السلام، يقول وعتق 1000 1000 نسمة، 1000 1000 عبد، بأن بزيارة الحسين بيوم عرفة يعتق ذلك الزائر الله يعطيه ثواب، وحملان 1000 1000 فرس في سبيل الله، كأنه يجهز المقاتلين في سبيل الله بحمل 1000 1000 فرس، يعني 1000000 مركبة كأنها، بأن تحمل الذهب تحمل الفضة، بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن قصد الحسين في كربلاء. والأهم من هذا بأن الله سبحانه وتعالى يقول في الرواية، الإمام الصادق يبين يقول عبدي، أو يسميه بعبدي، عبدي الصديق آمن بوعدي، قصد الحسين من أجل ذلك العطاء، من أجل ذلك الوعد الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه. وقالت الملائكة فلان، الملائكة تنادي زائر الحسين باسمه، وقالت الملائكة في الرواية فلان زكاه الله من فوق عرشه. هذه الزكاة لمن؟ زكاة الأبدان، زكاة الأرواح لزائر الحسين. وقالت الملائكة فلان باسمه بشخصه بذاته، فلان زكاه الله من فوق عرشه وسماه بعبدي الصديق، وسمي في الأرض كروبا. أحسنتم شيخنا، نوقف عند هذه الرواية ومكانة هذه الرواية وأيضا ما قصدته الرواية، لكن قبل هذا سمحت الشيخ، بناء على مجموع الروايات التي تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، السؤال من شقين، الأول مدى أهميتها بناء على ما تفضلت بالنسبة للمذهب الشيعي وبالنسبة لمعتنقي مسير الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ونهجهم، ومن جانب آخر ما هو الفرق بين زيارة الإمام الحسين، هل هنالك تفاوت في منزلة الزائر أيام المناسبات الإسلامية المهمة كعرفة يوما ليلة 40 العاشر وسائر الأيام؟ نعم، في الشطر الثاني أنا أجاوب عليه. أولا لأهميته، بأن وردت في الروايات عن الإمام سلام الله عليه الصادق عن أبي عبد الله لما سأله بشير الدهان قال أنا يا ابن رسول الله أذهب في الأيام العادية في يوم غير ذي عيد، يعني في غير العيد أنا أذهب لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ماذا يعطيني بهذه الزيارة؟ الإمام سلام الله عليه قال إذا ذهبت في يوم عادي أو يوم اعتيادي في غير عيد، إذا ذهبت لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين الله يعطيك أو يكتب لك بهذه الزيارة 20 حجة، نعم، و20 عمرة، و20 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. ثم التفت الإمام سلام الله عليه قال أما إذا أتيت لزيارة قبر الحسين في يوم عيد الله سبحانه وتعالى يعطيك 100 حجة و100 عمرة و100 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. انظر التفاوت في الأرقام. اليوم العادي إذا قصدت الإمام الحسين عليه السلام في أي يوم من الشهر من غير مناسبة مخصوصة، انظر إلى التفضل، انظر إلى الأجر التفضلي من الله سبحانه وتعالى. في اليوم العادي الله سبحانه وتعالى يعطيك بدل هذه الزيارة 20 حجة، في اليوم إذا كان عيدا الله سبحانه وتعالى يعطيك 100 حجة. أما في الروايات في يوم عرفة الله سبحانه وتعالى
يكتب لزوار الحسين عليه السلام، كتب الله، الإمام الصادق يقول كتب الله لمن زار قبر الحسين عليه السلام 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة من نبي مرسل. شوف هناك في الرواية الأولى أو في صدر الرواية في اليوم العادي يكون مع نبي مرسل، يعني المصاحبة تفيد هاي المع، مع النبي، فيكون أجرك الله سبحانه وتعالى مشاركة مع النبي في الغزوات. ولكن بأن يوم عرفة من نبي كتب الله له 1000 غزوة من نبي مرسل، يعني يعطيك أجر وجود النبي صلوات الله عليه وعلى آله. مثلا النبي خرج في غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى يعطي لزائر الحسين عليه السلام، مفاد الرواية هكذا، يعطيه أجر من شنو؟ للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، يعطي أجر ذلك الطاهر الذي خرج يقاتل من أجل لا إله إلا الله، من أجل محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أولاده الطيبين المنتجبين. أما الشطر الأول، زيارة الحسين مهمة بالنسبة للمؤمنين، ولذلك بأن الإمام سلام الله عليه يبين بأن هذه قضية الزيارة قضية امتحان للقلوب. بعض القلوب ما تتحمل لأن أمر أهل البيت صعب ومستصعب، ولذلك بأن يحتاج قلب مؤمن حتى يتقبل هذه الروايات ويتقبل هذا الامتحان. ولذلك أعظم امتحان للبشرية هم أهل البيت صلوات الله عليهم والروايات المتعلقة بهم. ولذلك بأن لما يدخل بشير فقال يا بشير اسمع وابلغ من احتمل قلبه، قال نعم ماذا أبلغ؟ قال من زار الإمام الحسين عليه السلام، من زار قبر الحسين، هذا الإمام الصادق سلام الله عليه، قال من زار قبر الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرش. وهذه الرواية رواية عظيمة تدل على مقام زائر الحسين. ولذلك المؤمنون يتوافدون في يوم عرفة، لما؟ لعدة أسباب، منها بأن هذا التجمع هو تجمع قوة للشيعة وشوكة في أعين الأعداء. القضية الأخرى بأن هنا بأن يتم ذكر الله سبحانه وتعالى، الحسين يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، ذكرنا بتلك الأهداف التي خرج من أجلها الحسين عليه السلام، وخرجت تلك الأهداف من كربلاء بعد مقتله، لأن الحسين عليه السلام صدر لنا مفاهيم عظيمة، تلك المفاهيم أخذها من رسول الله صلوات الله عليه وأقام الدين بدمه. ولذلك بعد مقتله خرجت تلك المفاهيم وتجلت في ساحة كربلاء، وكل من يأتي إلى كربلاء في أي مناسبة كانت سواء في 10، في 40، في يوم عرفة، بأن يأخذ من ذلك العظيم الحسين عليه السلام. لأن الشاعر يصف الحسين ويصف أهل البيت، الإنسان يبحث دائما عن المعين، يبحث عن الذي يأخذ بيده ويسلك بيده في واضح الطريق. الشاعر يقول هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فلولاهم لم يخلق الله آدم، وما كان زيد في الوجود ولا بكر، سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، فكل شيء فيه من سرهم سر. نعم، الإنسان يفد إلى الحسين عليه السلام، يتهافت ويتهافت المؤمنون بأن وين إلى كربلاء حتى يلقوا بأبدانهم ويلقوا بأرواحهم، ويقفون ويقولون عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق لكم والتارك للخلاف عليكم. ولذلك بأن يجد الإنسان لما يأتي إلى كربلاء يجد تلك المفاهيم التي قام بأعبائها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، انتقلت من مدينته، من وجوده المبارك من مكة، من المدينة انتقلت إلى كربلاء، وتبقى حية مع وجود الحسين، مع وجود هاي الملايين التي ترد إلى كربلاء، وتأخذ من ذلك المنهل العظيم، من حوض الله سبحانه وتعالى أوجده للمؤمنين وللطيبين. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. ولهذا ربما نجد عندما نفتح مفاتيح الجنان، وهو ربما أهم كتاب أعمال في مثل مناسبات المذهب الشيعي، نجد أن الكثير من زيارات الإمام الحسين لعدد من الأئمة سلام الله عليهم، والكثير من الزيارات للحسين سلام الله عليه في جل المناسبات، ربما يعني انبثقت من وحي هذه الروايات التي تحدثت عنها. سماحة الشيخ، ذكرت قبل قليل، طبعا اتفقنا أنا وإياك تحت الجو أننا نختار رواية واحدة من الروايات التي نأخذ منها
ما تقصده، وذكرت حضرتك قبل قليل بالبداية رواية ليونس ابن ضبيان، أحسنتم، ذكرتم طبعا، أنا أطلب من حضرتك تذكرها نصا الرواية حسب ما تذكر، وتذكر الرواية نص كلمتين تصطلحهما على زائر الحسين سلام الله عليه كفضلا لزيارته كروبيا وصديقا. بلي. بعد أن تقرأ الرواية بالنص أود أن تشرح لنا معنى هذه الكلمتين التي ذكرتهم الرواية، تفضل. نعم، الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يتحدث مع يونس فسأله يونس عن فضل زيارة الحسين في يوم عرفة، ذلك الرجل الذي ينقل الروايات يتحدث عن مناسبة خاصة، ما يتحدث عن مناسبة أخرى، لا عن الأربعين ولا عن أول رجب، ولكن يتحدث عن زيارة يوم عرفة، أراد جزاه الله خير أراد أن يبين للمؤمنين أهمية هذه الزيارة وعظمة هذه الزيارة. الإمام الصادق سلام الله عليه قال: كتب الله من زار قبر الحسين عارفا بحقه، هذا الشرط الأول بأنه إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، ناموس الدين، الحبل المتصل بين السماء والأرض، حجة الله على من فوق الثرى وتحت الثرى. نجد بأن الإمام سلام الله عليه يقول عارفا بحقه بهذا الشرط كتب الله له ألف ألف حجة، نعم، مع القائم مع الإمام الحجة سلام الله عليه، ولذلك يعرفون الحاج، يقولون بأن الحاج هو القصد، يقولون بأن الحاج هو أداء تلك المناسك في تلك المشاعر، ولكن بأن هناك تعريف آخر، تعريف اصطلاحي للحاج، وهذا هو الأهم، ليس التعريف اللغوي. الإمام سلام الله عليه يقول عارفا بحقه، ثم الإمام يترقى في بيان شيء للمؤمنين، يقول كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم، مع المهدي من آل محمد صلوات الله عليه. يعني ما تعني هذه الكلمة؟ الكلمة هذه تعني بأن الحاج هو عرض النصرة على الإمام المعصوم سلام الله عليه، سواء كان هذا الإمام المعصوم في قبره، لأن الإمام سلام الله عليه يمثل السماء ويمثل تعاليم السماء، أو يقصد بأنه الإمام الحجة سلام الله عليه، ولذلك كل من يأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام تبدأ عرض النصرة على ماذا؟ عن طريق الحسين عليه السلام إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. هكذا بأن الرواية تقول كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم من آل محمد صلوات الله عليهم، ثم بعد ذلك تطرق الإمام وألف ألف عمره مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انظر إلى هذه المناقب، هذه الرواية يجب أن يتوقف الإنسان عندها. ثم وعتق ألف ألف نسمة، ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه وألف ألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ثم يقول سماه الله سبحانه وتعالى وقال عبدي الصديق. العبودية هي أعلى مقام يصل إليها الإنسان، ولذلك في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل بأن ماذا؟ سبحان الذي أسرى بنبيه وهو النبي، لم يقل بأن سبحان الذي أسرى برسوله. مقام العبودية وصل إليه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أعلى مقامات. ولذلك لما نتطرق احنا في كربلاء المقدسة وأنا جالس بين ضريحين، بين ضريح الحسين وبين ضريح أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ونجد في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه بأن السلام عليك أيها العبد الصالح، وهذا مقام يصل إليه زائر الحسين، أن يكون بماذا؟ بركب أبي الفضل العباس سلام الله عليه، برتبة أبي الفضل العباس من حيث العبودية، ويكون بأن يحصل على مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى بزيارته إلى عرفة. ثم تقول الملائكة فلان زكاه الله، وهذه رتبة وهذا وسام يضعه زائر الإمام الحسين على صدره بأنه مزكى من قبل الله سبحانه وتعالى، بأن تقول الملائكة فلان، تسميه مثلا الشيخ هادي آل شيبة بأن الشيخ هادي هو بأن زار الحسين، فلان مزكى، أو الحاج مصطفى فلان مزكى من قبل الله سبحانه وتعالى، زكاه الله من فوق عرشه وسمي في الأرض. هنا صفة وين؟ لأهل الأرض، وسمي في الأرض كروبا، ولذلك الكروبي هو نوع خاص من الملائكة في الروايات. تجد بأن في دعاء السمات باسمك الذي كتب على أجنحة الكروبيين، والكروبي مأخوذ من كروبة يعني قربة، ولذلك بأن في الروايات النبي صلوات الله عليه وعلى آله في الرواية بأنه قال لما عرج بي إلى السماء
صلوات الله عليه، مررت بالسماء السابعة، فمررت بالسماء السابعة فسمعت صوتا شديدا من البكاء. أكو فد شيء بكاء، مصدر بكاء من وين؟ سأل جبرائيل: يا جبرائيل ما هذا البكاء؟ قال: هذا بكاء الكروبيين يبكون على ذنوب أهل الدنيا، أو أهل الدنيا وذنوبهم. فلذلك بأن هؤلاء المقربون من الله سبحانه وتعالى، وسيد المقربون هو جبرائيل عليه السلام، ولذلك بأن يصل زائر الحسين في يوم عرفة، في خصيص يوم عرفة، في خصوصية هذه الزيارة، في خصوصية هذا الوقت، في خصوصية هذه المناسبة، أن يصل برفقة هؤلاء الكروبيين الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى حسب رواية النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء يتأثرون من أي شيء وهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصنف خاص من الملائكة. ولذلك زائر الحسين يكون عبد، يكون صديق، يكون مع النبيين. فالقرآن يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ماذا؟ من النبيين والصديقين. زائر الحسين تنعته الرواية بالصديق، زائر الحسين تنعته الرواية في العبد، زائر الحسين تنعته الرواية في بأنه كروبة. سمع الشيخ، وأيضا من خصوصية الإمام الحسين سلام الله عليه أننا نشاهد في كل المناسبات الإسلامية، في ولادات الأئمة، في وفيات الأئمة، عندما نأتي إلى كربلاء سنجد محطة الزائر الأخيرة كربلاء، وهذا ما حب الله به الحسين سلام الله عليه. أنا شاكر حضرتك باحثا إسلاميا سماحة الشيخ هادي الشيباني، شكرا لحضورك وشكرا لكل ما تفضلت به. أهلا وسهلا بكم، والله يوفقكم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة زيارة الحسين. إحنا غير حسين ما نعشق ولا نهوى، ودنيا بلا حسين كل شيء ما تسوى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لحضرتك سماحة الشيخ. إذن سادة الكرام والأحبة، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، إذا ما وفقنا للحج الأكبر وهذه الفريضة الكبيرة بأول حج، أن نسقط هذا الواجب العيني على كل فرد منا، أن يوفقنا الله تبارك وتعالى للحج الأصغر، حج الفقراء هنا عند عظيم الفقراء وسيدهم وسيد الأحرار الحسين سلام الله عليه. ومن حج وأسقط هذا الواجب وإن شاء الله يجدده بالحج الأصغر، أي زيارة الإمام الحسين وفضل زيارة الإمام الحسين في عرفة في هذا اليوم المبارك، في الأيام المباركة هذه، كلنا ربما واجب علينا أن نفتش عن هذا الجانب، الجانب الروائي جدا مهم، حتى نتعرف على طبيعة زيارة الإمام الحسين وأثرها على كل مؤمن، وبالنتيجة ما الذي تأتي به للمؤمن للمسلم لزائر كربلاء المقدسة. إن شاء الله يوفقنا الله وإياكم لهذا الشرف وهذه المرتبة الكبيرة. نقف وقفة فاصل مع حيدر الركابي ونعود رافقونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهلا بكم مجددا سادة الكرام والأحبة، أرحب بكم وهذه المحطة، ونجدد التهاني والتبريك لكم بهذه اللحظات المباركة. هذه المحطة سنحط الرحال وإياكم من خلالها مع ضيفنا من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، سنتعرف على أجواء المدينة المنورة ولماذا يقصد الحجيج المدينة قبل مكة، وما هي الأعمال التي يؤدوها في المدينة المنورة، ما هو حجم الأيام، عدد الأيام التي يقضوها في المدينة المنورة، وأيضا سنتعرف على أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذه الأيام
المباركة، وأيضا سنتعرف على الجهود المبذولة من قبل المكاتب الشرعية هناك وبعثات الحج التي يفدوها مراجعنا الأعلام إلى المدينة ومكة المكرمة. باسمكم أرحب بوكيل سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في البحرين، سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني. حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. وحياكم وبياكم، اهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج النافع والمفيد، وانا بخدمتكم. تفضلوا. حياكم الله. طبعا هنيئا لكم سماحة الشيخ، وأنتم تؤدون فريضة عظيمة كبيرة، إن شاء الله يوفقكم ويسدد عملكم بالقبول إن شاء الله وجميع المسلمين المؤمنين. بداية أود من حضرتك تصف لنا أجواء المدينة المنورة في مثل هذه الأيام وتحديدا هذه الليلة. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لمثل هذا التوفيق العظيم في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبور أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. حقيقة الأجواء في هذه المدينة المباركة أجواء روحانية إيمانية راقية جدا، وكل زائر لهذه الأماكن المقدسة يشعر بالرقي الروحي وزيادة الإيمان والانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. الأجواء جميلة جدا، وهناك كثرة من المؤمنين والمؤمنات من أنحاء العالم قد وفدوا إلى هذه الزيارة المباركة، والحمد لله الحرم النبوي مليء بالزوار وعشاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك زوار قبور البقيع الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في صباح كل يوم وفي عصر كل يوم. ساعة الزيارة مفتوحة، والحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأحياءات التي تؤثر على تقدم الفرد وعلى تقدم المجتمع وعلى تقدم الأمة الإسلامية إن شاء الله إلى ما كان يريده لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظل هذا الانتماء وهذا العشق وهذا الحب والمودة له ولأهل بيته عليهم السلام. نعم سماحة الشيخ، فالحجاج أكثرهم. نعم تفضلوا. نعم. أكمل شيخنا تفضل. الحجاج إلى بيت الله الحرام عادة ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يفد أولا إلى المدينة المنورة ثم يذهب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وقسم منهم بالعكس يذهب في الابتداء إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك الحج ثم يأتي لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة البقيع عليهم السلام. فهذا التقييم طبعا كان منذ القدم ولا زال هكذا، هم الزوار ينقسمون إلى قسمين أو إلى مرحلتين في الزيارة إلى المدينة المنورة والحج إلى مكة المكرمة. نعم وددت من حضرتك سماحة الشيخ تصف لنا أجواء يعني إداء الشعائر المقدسة من زيارة لأمة البقيع وكذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، حال المؤمنين وهم يعني يؤدون هذه الزيارة. تحدث في أن هنالك عدد كبير يؤدون زيارة الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل فريضة الحج، كيف يمارسون الشعائر هنا في المدينة المنورة؟ ليست هناك شعائر محددة في زيارة
المدينة المنورة، ما عدا الزيارة والصلاة والعبادة والذهاب إلى الحرم النبوي، إلى جانب أيضا الذهاب إلى قبور أئمة البقيع وبقية المؤمنين، وخاصة قبر السيدة أم البنين. وكذلك هناك ولاء بارز في وجوه محبي أهل البيت عليهم السلام، هذا الولاء ينعكس في دموعهم وفي قراءتهم لنصوص الزيارة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هناك تفاعل إيجابي رائع جدا، ما يبشر بإن شاء الله اكتساب الأجر والثواب واكتساب الكثير من البركات التي هي في زيارة هؤلاء الأطهار عليهم السلام. سلام الله عليهم. سماحة الشيخ، بوسط هذا الجمع الكبير للحجيج الوافدين من مختلف أطراف هذا العالم، ربما هنالك الكثير معرفة، عفوا قليل معرفة بالجوانب الدينية الإسلامية، الدلالات، إداء الفريضة وغيرها من التفصيلات الواجبة على المسلم. لذلك كما نعلم وهو واجبكم جزاكم الله خير في أن بعثات الحج لعبت دور جدا كبير، هل لعبت دور جدا كبير في بيان هذه التفاصيل للحجيج للمسلمين، تفاصيل إداء فريضة الحج وكذلك زيارة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في المدينة وكذا النبي، وتحديدا عمل بعثة المرجعية الشيرازية وأنتم جزءا منها، إلى أي مدى هي تؤدي دور وما طبيعة عمل البعثة هناك؟ تفضلوا. في الواقع الحجاج حينما يأتون إلى المدينة المنورة ويستلهمون من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أئمة البقيع ما يمدهم من وعي ومعرفة ومن علم بما يقومون به في مناسك الحج، هذا إنجاز عظيم يتحقق بزيارة هؤلاء الحجاج إلى المدينة المنورة. فهم حينما يعودون من المدينة إلى مكة وينطلقون من هذا الوعي ومن زخم هذه المعرفة بأهل البيت عليهم السلام، فهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في مناسكهم في حج بيت الله الحرام. ونحن في بعثة سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله العالي، في الحقيقة نقوم بتوعية الزوار وتوعية الحجاج وإعطائهم المسائل الشرعية وبيان الأحكام التي ترتبط بهذه السفرة المقدسة، سفر إلى بيت الله الحرام. وهناك أيضا لقاء بين المؤمنين في أنحاء العالم حيث يتوجهون إلى هذه البقاع الشريفة، يلتقون مع أعضاء البعثة ويستلمون ما يحتاجونه من أجوبة على أسئلتهم فيما يرتبط بهذا العمل في المدينة ومكة أم فقط في مكة المكرمة؟ في نعم في المدينة وفي مكة العمل يكون أكبر بكثير، لأن عدد الحجاج هناك بكثرة يزورون بعثة سماحة السيد من مقلدي سماحة السيد في أنحاء العالم حيث يتوجهون إلى حج بيت الله الحرام، فيأتون إلى بعثة سماحة السيد ولديهم من المسائل الشرعية ويحصلون على توجيهات لأمورهم الشرعية هناك. وأيضا من مهام هذه البعثة المباركة التواصل مع بقية بعثات المراجع الأجلاء والتزاور الذي يحصل بين بعثات المراجع الأجلاء الذين أيضا يحضرون في هذا الموسم سواء في مكة أو في المدينة المنورة. هذا التواصل
يثري الكثير من مجالات التعاون على البر والتقوى. نعم سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني وكيل سماحة آية الله العظمى سيد صادق بن حسين الشيرازي في البحرين، شكرا لحضورك معنا، ونلتمسك نيابة عن كل الكادر وكل المشاهدين ولنا الدعاء والزيارة إن شاء الله شيخنا. لا ننساكم من الدعاء والزيارة، ولا ننسى سماحة السيد المرجع أحسنتم حفظه الله، وكذلك سماحة السيد المرجع الراحل السيد محمد الحسين الشيرازي الذي كان المؤسس الأول لهذه البعثة المباركة، وأخيه شقيقه سماحة الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي الذي كان أول من حمل راية هذه البعثة في بداية السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم. فهؤلاء هم كانوا من المؤسسين لهذه البعثة المباركة، والحمد لله سوف لا ننساكم ولا ننسى كل العاملين في سبيل الله. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وشكرا لكم على هذا الاتصال. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ البحراني، شكرا لحضورك، شكرا لكل اللي تفضلت به سماحة الشيخ، نسأل الله أن يتمم عليكم بالقبول. إذن سادة الكرام والأحبة، تعرفنا على أجواء المدينة المنورة وما تعيشه المدينة في هذه اللحظات المباركة، وجموع المسلمين الذين وفدوا لإداء هذه الفريضة المهمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم على كل الأحبة المسلمين الذين قصدوا المدينة ومكة، الذين قصدوا هذه الفريضة وإحياء هذه الفريضة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم عليهم بالقبول إن شاء الله. إذن لازلنا وياكم متواصلين، لكن بعد فاصل رافقونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا أهلا بكم مجددا سادة الكرام والأحبة، ونحن نلتقيكم بهذه اللحظات المباركة. طبعا من خلال ضيوفنا تعرفنا على أجواء وأثر زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أي مدى لها خصوصية في الدين الإسلامي. أخذنا الجانب الروائي في هذه الليلة المباركة، وتحدثت الروايات كثيرا عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أي مدى هنالك أثر تضعه الزيارة، تتركه زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عموما، وليلة ويوم عرفة خصوصا، إلى أي مدى أولى الإسلام اهتماما كبيرا وواسعا. وتحدثت الرواية ولسان الرواية تحدثت بصراحة ووضوح عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه على كل من وفد سيد الشهداء الإمام الحسين، لكن بالدرجات العارف بزيارة الإمام الحسين كما شرح لنا هذا الأمر ضيفنا في هذه الحلقة، كل من عرف فهو بحجم معرفته لسيد الشهداء الإمام الحسين نال الشرف ونال فضل زيارة الإمام الحسين من جانب، ومن جانب عمومي وآخر أن زيارة الإمام الحسين عموما في هذه اللحظات وفي هذه الأيام أقصد عرف يوما وليلة كان لها أثرا كبيرا، وتحدثت الكثير من الروايات عن فضل كبير وكبير جدا لقاصد سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة. أيضا من جانب آخر وبالجزء الآخر تعرفنا على أجواء المدينة المنورة، وأيضا أن المسلمين يقصدون، جزءا منهم يقصد المدينة المنورة بداية ويمكث أياما، وبعد أن يؤدي الكثير من الأعمال يذهب إلى مكة المكرمة ليؤدي فريضة الحج، وبعضهم العكس عندما يؤدي فريضة الحج وينتهي من ذلك يقصد المدينة المنورة لإداء زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. لازلنا وإياكم نبحث في الجانبين ونتعرف أكثر على فضل زيارة الإمام الحسين، وأيضا أجواء وتركة
فريضة الحج على كل مسلم أدى هذه الفريضة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقبول الأعمال، وختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا، وإلى الملتقى. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك